بيت الروبي هو البريمو والبعبع وتاج بيحاولوا يكملوا. مستر اكس زعل الناس منه. افلام موسم عيد الاضحى كانوا عاملين شغل عالي قوي. السينمات كل الحفلات فيها محجوزة. بيت الروبي حقق اعلى ايرادات لحد دلوقتي، وبقى الافلام محققين برضو ولسه بينافسوا، بس الايام اللي جاية المنافسة هتزيد اكتر، وده لان في افلام جديدة لنجوم شباك كبار نازلة. بس يا ترى الافلام دي هتكون لمين؟ وهيقدروا يحققوا نفس الإيرادات دي؟ تعالوا مع بعض نعرف التفاصيل. في مواسم كل سنة كده المنتجين بيلعبوا عليها علشان يضمنوا إن الأفلام دي تتشاف وكمان تحقق أعلى الإيرادات، زي موسم الأعياد وموسم الأجازات. وإحنا بدأنا الموسم في عيد الأضحى اللي فات. أصل موسم عيد الفطر الأفلام فيه ما كانتش قوية قوي زي دلوقتي. السنة دي أفلام عيد الأضحى قوية جداً، كلها نجوم شباك، يعني بيت الروبي كريم عبد العزيز والبعبع أمير كرارة وتاج تامر حسني وآخر فيلم مستر إكس أحمد فهمي، كلهم أفلام حققت ملايين الإيرادات. بس التوب بتاعهم بيت الروبي، واللي من ليلة عرضه والطوابير على السينما ما بتخلصش، كل حفلاته محجوزة ومليانة. بيجي بعد كده تاج والبعبع، الاتنين بيتنافسوا قدام بعض، ومستر اكس خسر الرهان، بس ده ما يمنعش ان هو حقق ايرادات برضو. بس ناس كتير حست ان هو كان ممكن يطلع بشكل احسن من كده، بس كل اللي فات ده حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. اصل خلال الايام اللي جاية دي هتنزل افلام جديدة، وهيبقى فعلا البقاء للاقوى. اصل الافلام دي لنجوم ليهم شعبية كبيرة ومعظمها كمان كوميدية. عندكم مثلا فيلم مطرح مطروح، وهو من بطولة محمود حميدة اللي بيقدم فيه دور كوميدي جدا، وده برنس لوحده الكوميديا منه مختلفة. شيماء سيف وكريم عفيفي وليلى زاهر بيحكي كمان عن موظف بياخد عيلته علشان يصيفوا، فجأة يلاقي قدام الشاليه بتاعهم حرب، بيدافع بقى عن عيلته، بس كل ده في الجو كوميدي وهو من إخراج وائل إحسان. تاني فيلم مرعي البريمو، واللي هو يعتبر رجوع الشغل بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد، واللي كان آخر فيلم بينهم يا أنا يا خالتي، وهنيدي شغال إن هو يشوق الناس للفيلم ده، وقال لهم أنا عارف إنكم مش راضيين على شغل الفترة اللي فاتت، بس في مرعي البريمو هتشوفوا هنيدي بتاع زمان. أصل البطلة معاه جدة عادل، واللي ما اشتغلتش معاه من أيام بلية ودماغه العالية. الفيلم عن شخصية حقيقية، راجل بياع فاكهة، وكان قدام بيت جده في إمبابة، وكان دايماً هنيدي بيقعد معاه. معروف وسط الحي إن هو بيحب الستات جداً، وأي واحدة حلوة تيجي تشتري من عنده بطيخ بتاخده ببلاش، وده اللي عمل مشاكل ليه بينه وبين التجار وبين مراته كمان. كل الأحداث دي هتشوفوها في الفيلم بأداء هنيدي طبعا. وفي بقى اللي ناس كتير مستنياه، فيلم عالزيرو، واللي كان المفروض هينزل في عيد الأضحى، بس شركة العدل جروب أصلهم هما اللي ماسكين الفيلم من بابه، إخراج وتأليف وإنتاج، قالوا مش هينفع لان لسه في حاجات ما خلصتش، واحنا بنقدم حاجه بتحترم دماغ المشاهد. فيلم عالزيرو بطوله محمد رمضان، واللي كان ليه فيلم في عيد الفطر، والفيلم ده فيلم هارلي، وحقق كمان ايرادات كبيره جدا بصراحه. بس المتوقع ان عالزيرو هيحقق اكتر، لان الناس عارفه انهم هيشوفوا رمضان بشكل مختلف، والبطله اللي قدامه نيلي كريم، دويتو محدش كان يتوقع ان هما يكون سوا. الفيلم بيحكي عن شخصية حمزة، راجل بسيط وعنده ابنه مريض عاوز يعالجه، وبيدخل عالم تجارة الأعضاء، مغامرات كتيرة كده بيحبها محمد رمضان وجمهوره. أما الفيلم اللي محيرنا معاه هينزل السيزون ده ولا لسه، فيلم أبو نسب، وده لمحمد عادل وياسمين صبري، وده لحد دلوقتي مش عارفين بقى هينزل دلوقتي ولا لسه قدامه وقت، مع أنهم وقت التصوير كتير قوي. بس ما نقدرش ننكر أن محمد إمام ليه جمهور كبير في السينما بيحب يشوفه ومستنيه. في كمان أولاد حريم كريم، اللي هو الجزء الثاني من حريم كريم، واللي طلع فيه مصطفى قمر وابنه تيام، وباقي كمان كرو الفيلم ما عدا ياسمين عبد العزيز. كل شوية مصطفى قمر يقول هتشوفوا كوميديا مختلفة وهتعجبكوا. الحقيقة إنه كلها أفلام قوية لنجوم مهمين جدا، بس زي ما قلنا البقاء هيكون للأقوى، والحكم هنا هيكون لكم أنتم يا جمهور. اكتبوا لنا بقى ناويين تدخلوا فيلم إيه في كل الأفلام اللي سمعتوها دي.